فينا باش مريض واللي ما مريضتي مرة راه غتورميه غير الروح والمرض فيه وفيه كاين المرض اللي عنده الدواء وكاين الدواء اللي عنده المرض المرض بغيت تقول لك زعما كاين اللي مريض اها وكاين اللي مريض جمال هادو مريض عنده ماشي بحال هادو مريض رجع بحالك جينا نطلعوا على الراجل رجع بحالك باش تلقى الراجل ماشي تلقى الراجل يدك هاوي الله يمسخك كاين اللي مريض الله يشافيه وكاين اللي مريض الله يعفو عليه اللي فيه بوحمرو الله يشافيه اللي فيه السكر الله يشافيه اللي فيه السرطان الله يشافيه شوفوا اللي مريض الله يعفو عليه اشريف عندك شي رونالدو بعناه ب 200 مليون دول اورو بيرينغهام شريناه ب 80 مليون دول اورو تقول لي ما نديوش الليغا الليغا ديالكم اجي شحال شريتو رونالدو شحال بعتو 200 مليون دول اورو شحال شريتو ديك الخانه اللي قلتي دابا عاد بيرينغهام شحال هذاك شريناه ب 80 مليون دول اورو ايوا شي عنده يفطرك سير الله يمسخك سير عنده يفطرك سير عنده 24 درهم اللي قلت 24 درهم سير عاد بيك حامي يفطرك سير وكاين اللي نبلي الله يعفو عليه انا خا يفطر ففا 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 فبين الغبرع ايه يا الديفو انا بغيت تقول لي الديفو 4/12 غادي عارفني انا نسمع حتى التف لا خدمه لا ردمه كنجي نهضر كيجي والله ما هضرتي كنجي نسعو كيجي كنجي ناكل كيجي والله ما كلتشي ما تخافش ما تخافش انت فيك انفصال في الشخصية بحال ياش فيك ازدواج في الشخصية زعما مريض شخصية انا مريض شخصية يعني زعما فيك جوج شخصيات اها كيفاش المهم غنكتب لك واحد الدواء غينظم لك راسك ولكن خصك الله يرحم والديك هاكا سيدي 800 درهم تستاهل يا دكتور هنا الله يعاون اجل لنا هنا غير 400 درهم شحال فيا الشخصيات جوج واخر ما يخلصش وتمشي عند الطبيب دابا تمشي دابا عند الطبيب صحيح بصح ما فيك والو يحيد لك جميع انواع الماكل والمشرب دكتور وي كنجي نعقص ما كنقدرش داكوغ كنجي نتفوه ما كنقدرش اوكي كنجي نسعل ما كنقدرش صافاش كنجي نقدر ما كنقدرش اوكي غنعيش لا عتعيش وتعطس وتعمل كلشي يلا دوس دوس بوس ارا فلوس شحال عندك مخلوع وصفاره صاحبي حنايا كنحكوا معاك اصاحبي خلعتينا دكتور انت ما عندك ما يتخاف سينا فيك واحد المرض وراثي ما يمكنش يا دكتور يكون فيا مرض وراثي علاش ما يمكنش حيت حتى واحد ما في العائله ما مريض بهذا المرض منك عيب ان شاء الله شوف عتبعد من بغرير عتبعد من الخبز عتبعد من سباطا عتبعد من اللحم عتبعد من الدجاج عتبعد من البيض عتبعد من الاناناس عتبعد بعد مني الا كنت كناكل هذا الشيء يا دكتور كاع ما نوصل عندك واش عباد الله الدكتور كيحيد لك جميع انواع الماكولات وكيمشي يضرب احسن فريتورات والله الا السلام عليكم تبارك الله عليكم فرحانين اننا كنتواجدوا في مهرجان وننا وهذا التفاعل ديال الجمهور هو خير دليل على النجاح ديال السبيكتاكل اللي عملنا ما كنسخاوش بهذا الجمهور الصراحه الله هي هذه لو طبيعه الحال ما كانتش المره الاولى هذه المره الثانيه اللي كنحضروا في هذا المهرجان اللي تبارك الله اللي قطع لكم عاده خليكم مهرجان رائع كتفوجوا على هذه السكينه ديال المنطقه ديال الجهات وزان والنواحي فتبارك الله عليكم وكان ثلاث ايام رائعه وحنا كنا في النهار الثالث لا حشمنا تبارك الله عليكم تحيه للمنابر الاعلاميه الجسم الاعلامي ووسائل الاتصال تبارك الله عليكم والله الا كنحمقوا على الناس ديال ونانا والناس ديال وزان يعني كنحسوا صناع راسنا عائله وحده انتينا شفتوا الشو ديالنا كنعملوا فيه 20 دقيقه حنا عملنا الوهم شو طويل لان خير اننا ما سخيناش بهذا الجمهور هذا قضيه اخرى هي اننا وخا الهواء الطلق يعني كتحس بحال اللي في شي قاعه ملي كتسكت كتجبر السكات ورغم الجو اليوم شويه كاين ربي يرحمنا والشتا موجوده والجمهور بقى حاضر تبارك الله عليكم ولهلا حشمنا والله الا شكرا الناس ونانا هذه المره الثانيه اللي كنحضروا معكم هنا في مهرجان ونانا قبل كورونا يعني 2019 يمكن ودابا الحمد لله جاني تطور يعني من ديك الوقت دابا لا من ناحيه ديال التنظيم لا من ناحيه ديال لاسين لا من ناحيه ديال البرنامج المختار اللي كان في الثلاث ايام هذه زائد ان الجمهور كان حاضر بكثافه اكثر من المره اللي فاتت وان شاء الله نتمنوا النجاح من الدورات المقبله ان شاء الله هذاك الحدث اش غادي نقول لك نقول لك لا تعليق ما يمكنش ما تعلقش على ديك يعني الافعال ولا اللي عملوها هذوك الناس هذوك ما عندهمش الضمير ما عندهمش الروح الانسانيه
وفي نفس الوقت انا كنحس باغي نشري الصداع. فاحنا خصنا الجهه ديالنا يعني تعرف كيفاش تتعامل مع هذا الامر هذا باش ما نطيحوش في شي اراقات دماء اخرى. والله يرحمه والله يصبر العائله ديالو والله ياخذ الحق من كان سالم. هادشي اللي كاين بالنسبه لديك الحدث هذاك حدث مؤلم يعني ما بدون تعليق سون كومونتير. حنا كنقولوا العالم كامل مرحبا بكم عندنا المغرب وما يتسقسكم حتى شي حاجه. الشعب ودود قلب كبير قلب شحال نقول لك دابا والله الا فات الساره هذه فكرتيني بديك المشهد هذاك. الله تعالى وتبارك يرحمه برضا رحمه الله الواسعه ويصبر الاهل ديالو ويصبر وليداتو وان الله وان اليه راجعون. ما قدرناش نتقبلوا الخبر لان خبر مؤلم خبر محزن خبر كيجرح القلب ما تقدرش. المهم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الله ينصر سيدنا وفيف لو ماروك والمغرب. مرحبا كيرحب بالجامعه. هادشي اللي كنقول لكم اخوتي تبارك الله عليكم. معنا عايشين يما لازم تبدل ايما عيد ما نهضر ايما عمر تهضر ايما شكون يسمعك ايما شكون يفهمك ايما انا غنحمق ايما انا غنهبل ايما عشر ديالنا ولا في شكل ما يدير الخير ما يوفقو كنتي معقول يقولو بالهبول باش يرضي عليك ضروري يوفقو كلشي شاعل بنادم صعاب عايشين تبقي قالوا للغير حويطه حويطه تمشي وبالصف ما تجيكش في عسان الباب. عام عايشين ايما بدو تبدل ايما عيد ما نهضر ايما تعلم تهضر ايما شكون يسمعك ايما شكون يفهمك ايما انا غنحمق ايما انا غنهبل ايما ولا طاغي عيلو الدياب يضحك في وجهك تغفل يضرب الضربه القويه من عند القرار بلاد مغافل اخرها قرار الحشمه تخلص الضرب يتباع قدو يهيب ديما يطمع يزرق ينهب ولا يخلع يا ما يدلي ما بغى يشبع ومعامل عايشين ايما 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 نهضر ايما مع من تهضر ايما شكون يسمعك ايما شكون يفهمك ايما انا غنحمق ايما انا غنهبل ايما بتجيرك بغيتي تعرفو ما فيها بس تجربو وتسلفو كل معقول عليك يتخطفو كل مخروط ليك يصرفو هادي خالو يا ما خالو هادي حياتي وهو مالو خوك يحسك على والو وانا ممسوق كل لوحالو معاهم عايشين ايما بنادم تبدل ايما ايما نهضر ايما مع من تهضر ايما شكون يسمعك ايما شكون يفهمك ايما انا غنحمق ايما انا غنهبل ايما شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.